إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا مشاهدينا الكرام. كتشوفوا في الطريق ما بين فاس ومولي يعقوب. بكل صدق هذا المشاهد اللي كنشوفوا ديال الكاميونات اللي كيهزوا واحد كمية كبيرة ديال التبان ولا ديال المحمولات اللي كيكونوا، فخاص لربما المراقبة تكون في الطرقات لأقصى درجة، لأن ممكن لأن الشيء حنا ماشي شوف باش نتحدث معكم بكل صدق، الله يسهل على الجميع. ما الهدف ديالنا ماشي هو نوقف فرق البقر، ولكن الهدف ديالنا هو أننا عاوتاني ما نعرضوش السلامة ديال الأبرياء للخطر. دابا الناس اللي غاديين في الطريق شنو الذنب ديالهم؟ تا خويا تهز هذا الكاميو عامر بالبار بهذه الطريقة، وحنا شنو ذنبنا؟ حنا شنو ذنبنا كغاديين في الطريق؟ حنا كغاديين شنو الذنب ديالنا؟ شنو درنا باش أننا نمشيو مديرونجين؟ يلاه غير قول لي، الله يسهل عليك والله ييسر لك امور والله يوفقك. وهكا نعرفوا بان راه ماشي سهله المسؤوليه، ولكن اخويا العزيز راه هادشي بكل صدق راه كيعرض السلامه ديال الناس للخطر. انتما كتشوفوا انا ما بغيتش نزوم على الماتريكول بعيد عليا، يعني ما شفتش الماتريكول، غير كنوريكم للاسف تهور ديال بعض السائقين. يعني واش قانوني هادشي يا متابعينا الكرام؟ واش هادشي اللي كتشوفوا دابا قانوني؟ واش من حق يعني مول عطوني تعليقات وخليونا من داك التعليقات ديال 16 رزق عين الله وبعدوا من الناس، وهذا خليونا من داك التعليقات القويه. راه التعليقات اللي واش انت مع هاد الحموله هذه هزها كمية عادي ولا 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 هادشي راه ماشي معقول؟ عطوني تعليقات ديالكم اللي نقاش في اطار محترم، ماشي وبعدوا منه وشوف تيفي وهادي وهادي. كاين شي تعليقات كنبقاو نشوفوا غير لا حول ولا قوه الا بالله. راحنا ولاد الشعب وراحنا كنموتوا مع الشعب، وراحنا من الشعب للشعب. ايه باش تعرف اللي خدام شوف تيفي كله ولد الشعب، باش ما يجيش شي واحد. راه كنا ولاد الشعب وكنا كنحسوا بالدرويش، وكنا ملي كنمشيو نديروا في الاسواق كنمشيو نديروا التغطيه ديالنا كنعرفوا شنو كاين، وكنعرفوا بان ديها في راسك. وها انت شوف يلا شوف على دابا حنا غنديروا خدمتنا ولا غنبقاو دايرينها في راسنا؟ واش حنا جينا نديروا الاعلام ونديروا الصحافه ولا غنديوها في راسنا؟ واش هاد الظاهره هادي ما كايناش؟ الصوت ما كاينش، الصوت كينقطع. انا حيدت الميكرو دابا، عطيوني دابا واش كاين الصوت. واش دابا حنا غنبقاو نسكتوا على الظواهر اللي كنشوفوها في الطرقات؟ هذا راه غادي في الطريق العام، ما غاديش في يعني في الطريق ديالو، وراه غادي في الطريق ديالي وديالك الشريف، ماشي ديها في راسك. هذا لو تيرم ديال ان ديها في راسك ولا هذا الشيء، حنا كنديروا الصحافه، كنديروا الخدمه ديالنا، كنديروا خدمتنا، المهمه ديالنا كنديروها. واش في نظركم هذا السلوك اللي كنشوفوه الان، ماشي غير هنا، بزاف ديال الزملاء نقلوا هذه السلوكات، واش في نظركم السلوكات اللي هي عاديه باش انك تهز واحد الحموله كبيره وتمشي في الطريق العموميه؟ في نظركم واش في نظركم هذه السلوكات عاديه، ام انه خاص الضرب بيد من حديد على المرتكبين لربما ديال هذا العمل هذا؟ دابا انتم كتشوفوا بعض التعليقات، ملي كتبغي تهضر على الحق ومني كتبغي تهضر على الواقع المر اللي هو هذا اللي كنشوفه الان، ممكن لان هاد الشاحنه تكون غاديه في واحد الفيراج تعرض الحياه ديالك اخويا العزيز وتعرض لي الحياه ديالي انا الخطر. واش غنبقاو نتعاملوا مع انه وما تقطعوش رزق عباد الله وتبعدوا منه وخليوا هذا، ولا غنتحدثوا بعقلانيه؟ حنا ما كنتحدثوا كنناقشوا بعقلانيه. شنو هو الراي ديالك بعقلانيه؟ ما داك التعليقات الخاويه ديال ديها في راسك وكذا، راه لا حول ولا قوه الا بالله. كاينين اصحاب الذوق الرافيع، اصحاب الناس اللي كيخليو تعليقات في المستوى المطلوب، وحنا كنناقشوا يعني ماشي بالضرر للناس، كنناقشوا بواحد العقل اللي هو منفتح نقاش. للاسف نعم انت كتشوف وي كاين هادشي، ولكن ما خصوش يكون تحياتي لك. سمعتي؟ يعني انت كتشوف ناس بزاف اللي كيقولوا هذا السلوك اللي ما خصوش يكون، لربما غيعرض لك انت، غيعرض لك الحياه ديالك انت الخطر، وغيعرض لي حتى انا الخطر. وهنا كنطرحوا مجموعه من علامات الاستفهام، ما دور المراقبه يعني في التعامل مع هاد الاشخاص هادو؟ كيفاش كنتعاملوا مع هاد؟ نعم كاينه ظروف، نعم كيقول لك هناك ظروف، ما الظروف ما غتخلينيش على انني نمشي نعرض الحياه ديال الناس للخطر في الطرقات بحموله اللي زائده لربما على القياس،
ولا بعلو اللي هو زائد ومرتفع. خاص عاوتاني نكونوا نخدموا ولكن بالعقل. حنا ماشي جينا انا قلت وكنعاودها ماشي جينا نقطعوا الارزاق ديال الله ديال الناس. الله يعاون الجميع. غير هو واش هاد الظواهر اللي كنشوفوا الان ظواهر اللي هي عاديه؟ لان كنشوف الناس كاينين الناس اللي كيتعاطفوا في التعليقات وخليوا السيد وبعدوا منه وكذا. حنا ما شدينا لا ماتريكول لا والو. حنا بعاد عليه. حنا كنتحدثوا على الظاهره اللي كتعرفها مجموعه من الطرقات هكا. حنا ما كنهضروش على الشخص ما كنعرفوه ما بينا له ماتريكول ديالو ما والو. حنا كنهضروا على الظاهره. نتمنى باش انكم تفعلوا مع هذا اللايف. شكرا للمتابعين. السلام عليكم ورحمه الله.